انتي رايحه فين؟ ده انتي نهايتك هتبقى على ايدي. الحي يا حسام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يخرب بيتك انتي بتعملي ايه يا مجنونه انتي؟ بصي يا بت انتي، انا ما بحبش حد ياخد مني حاجه. حاجه ايه يا بت وانا باكل بسكوت؟ اوعي يا مجنونه انتي، سيبيني اوعي. هسيبك ايه ده؟ انا هموتك النهارده. يا بنات يا بنات ما تقطعوش نفسكم عليا. اوعي يا اخي ما تحوش بدل ما انت واقف تتفرج كده. اوعي بقى. بس كفايه، حرام عليكم، فضحتونا، الناس هتتلم علينا. لازم اخليها تقول حقي برقبتي. انطقي، قولي خلاص مالكيش دعوه بيه. ايه يا لزقه يا تلمى، هو مش عايزك. يعني عايزك انت يا اختي؟ مش عايز حد فيكم ولا وعدت حد منكم بحاجه. في ايه؟ كذاب، انت قلت لي انك هتخطبني. كنت نايم، رجعت في كلامي. في حاجه؟ هو لما شافني حبيني انا وسابك انت، ايه بالعافيه لزقه؟ بقول لك ايه منك ليها، انا ما بحبش حد، فاهمين؟ ما بحبش حد. أمريكا دلوقتي وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقت أقوى دولة في العالم اقتصادياً وعسكرياً، وبتفرض قوتها دي على الكرة الأرضية كلها. طب والدولة اللي تقف ضد رغبتها؟ تبقى بلد عدو على طول، وأمريكا تفرض عليها رغبتها بالعافية. طب والمنظمات الدولية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ ثبت بقى ان ملهمش اي قيمه او وزن قدام قوه امريكا. بس امريكا ما بتعملش ده بشكل مباشر، لا، بتجمع معاها كام دوله من الدول اللي مصالحهم مرتبطه بيها، وتقول ان دي رغبه قوى التحالف الدوليه، يعني بتكسب رغبتها شكل شرعي. طب واحنا يا بابا؟ احنا مين؟ الدول العربيه. الدول العربية دي مشكلتها مشكلة يا بنتي. احنا عندنا كل المقومات اللي تخلينا أقوى من أمريكا مليون مرة، لكن زي ما نكون مش واخدين بالنا، رافضين نبقى أقوياء، سعداء باختلافاتنا مع بعض. الغريب بقى إن كل مفكرينا وكتابنا مش قادرين يلاقوا تشخيص أو تفسير للحالة اللي احنا فيها دي. خلينا في التعليم أحسن. انت عارفة انه نفس النظام احنا ماشيين عليه من أول مدرسة أنشئت عندنا، نفس نظم التعليم، نفس المناهج، نفس الأساليب ماشيين عليها لغاية دلوقتي. نحشي دماغة التلامذة بالعافية بالكلام اللي احنا بندرسه ده. تلميذ يبقى عايش في ارهاب هو واهله في الامتحانات لغايه ما يتخرج، يبقى معاه شهاده صحيح لكن بيتخرج دماغه فاضيه. يعني يا بابا مش فاضيه قوي. هو نسبه بسيطه اللي بتستفيد فعلا، لكن مصر محتاجه لكل طاقات شبابها. طب وحضرتك يا بابا شايف ايه؟ مش حضرتي اللي شايف، لا، ده كل القائمين على التعليم عندنا شايفين وعارفين التطور اللي حصل للدول المتقدمة في مناهج التعليم، ومع ذلك مصممين على النظام القديم. ليه؟ برضو كتابنا ومفكرنا مش قادرين يلاقوا تفسير أو تشخيص للحالة اللي احنا فيها دي. ايه؟ معقول؟ بقالكوا ساعة عمالين تتكلموا ما صدعتوش؟ يا ماما، ده الكلام مع بابا مفيد وجميل بشكل. ولا مفيد ولا حاجة، ده أنا عمال أقول كلام فارغ من الصبح، أنت بكاشة بقى. لا أبداً يا بابا والله. تصدق يا ماما، ابتدينا الكلام بالفن والشعر وختمناه بالسياسة. طبعاً، أمال أنا اتجوزته ليه؟ قعدت أدور على راجل موسوعة لغاية ما لقيته. خلاص بقى يا سي بابا، أنا ماليش دعوة، عايزاك تعمل لي واحد على إيدك زيك بالظبط عشان اقدر اتجوزه. خلاص ماشي، نبعت لاي ترزي يفصل واحد زيي. يلا يا انسة عشان نحضر العشاء. وانا معاكم، ايدي على ايدكم. عشان نبقى سمول هابي فاميلي. انا مش مستريحة للراجل ده، حاسه ان وراه حاجه ومش دغري. يا دي الغلب يا ربي، يعني مش كفايه انت واخداه عند، يعني لا بتحبيه وكمان ما انتش مطمنه له،
هو انا ما بحبوش وبس، ده انا ما بطقوش، ده لما بيخش عليا بحس ان عزرائيل دخل هياخد روحي. يهو، وايه اللي جبرك على كده يا اختي؟ ما تفضينا من الحكايه دي، مش كفايه مشحطه نفسك ومشحطه عيالك وجايه دلوقتي تقولي مش طايقاه؟ ما بلاها الحكايه دي. لا، مش قبل ما اعرف ايه السر اللي وراه ده. وراه سر يا حبيبتي. ايه؟ يكون عاوز ياخد اللي عندك؟ طب ما هو عنده شيء وشويات. ما يكونش عايز يخلي الخير خيرين؟ اقول لك انا بقى تعملي ايه؟ اعمل ايه؟ اعملي زي الافلام، تجيبي عدة تلفون تانية وتحطيها عندك في حتة بعيدة، ولما يجي يتكلم في التلفون تبقي تسمعي هو بيقول ايه، يمكن تعرفي حاجة مخبية عليكي. اه يا بنتي الجنية يا فاطمة، يا بتاعت الافلام الابيض واسود، يا بتاعت الترس. وانتي على فكرة ده بيتكلم بالساعات احيانا وبيوطي صوته. خلاص يبقى هو ده الحل. خلاص فك العدة دي وانا اخدها معايا، وكده كده العيال ما بيستعملوش التليفون طول ما انا مش موجود. ايوه يا حبيبتي، مفيش حد بيخش اوضتك دي وانت بره. خلاص حطيها في وسط الهدوم اللي انا قلت لك ترصيها، وانا هروح اركبها هناك وانا كاني برص هدومي هناك. وما نشوف بقى مين فينا الناصح، انا ولا انت يا علي يا هنداوي؟ دوليه مفتريه نار قويه، ما تشبهش في النسوان غير الشكل بس، كمبيوتر ما يفوتهاش فايت. بقول لك ايه يابا، اوعى تكون بتقول كده عايز تسجدني. بتقول ايه يا بت؟ يعني تكون هبر لك هبرتين ولا هبش لك هبشتين عايز تريح عليهم؟ كتكنيله، هي دي وليه تتهبر ولا تتهبش؟ دي تهبش بلد. ايه ده؟ يعني انت بقى كده طلعت من المولد بلا حمص؟ والله في سمام انا سايبها غير لما تقول حق برقبتي. لازم وحتما اخد منها حاجه، ده انا اتجنن لو ما خدتش منها حاجه. كفلة الشر، اسم الله عليك من الجنان. بس انت بقى ابو التفانين، اقعد فنن لنا تفنينايه كده اهون تعمل معاها حاجه. هتشوف يا فوزية هعمل فيها ايه. هيجينا بدري كده. ستي نبيلة، يا اهلا وسهلا. صباح الفل يا دادا. صباح النور على عيونك يا اميره. اتفضلي يا اختي اتفضلي. اوعى تكونوا فطرتوا. لا ده لسه هصحي الولاد. خدي يا دادا حضري الفطار ده. بقول لك ايه؟ ايه؟ شيلي بقى الفطار الناعم ده، انا متهيألي بياكلوه دلوقتي وجوعوا بعد شويه. بس اتعودوا عليه. معلش يا دادا خليهم يغيروا شويه. انت جايبه ايه؟ ده يا ستي فول وعجه وبطاطس ومخلل وعيش مفقع. انما ايه يا دادا؟ من اللي قلبك يحبه. الله، الواحد كان نفسه في الحاجات دي من زمان. طب يلا جهزي انت الفطار وانا هروح افحيه. الله، طب وسرياه؟ بيغسل وشه جاي على طول. يلا. يا موني اصحى يا جميل. ايه اصحي بقى، يلا نعملك فطار يجنن. لا لا، نص ساعه كمان، نص ساعه كمان والنبي. نص ساعه كمان والنبي ايه؟ انت عندك محاضره الساعه 10 ودلوقتي الساعه 9 يا دوب. يلا بقى احسن الفطار هيبرد. ده تبقى تسخن لي اللبن. لبن؟ الفطار ما فيهوش لبن. قومي وانت تشوفي بنفسك. صباح الخير. صباح الفل يا جميل. يلا يا قمر اغسلي وشك قبل ما اصحي حسام. حاضر. يا حسام، يا حسام باشا، يلا اصحى جرس الفطار ضرب. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ مين اللي فتح الشباك؟ انا اللي فتحت الشباك. يلا قوم بقى، الساعه بقت 9. لا لا لا، اقفل الشباك والنبي يا نبيله اقفل الشباك. مش هقفل الشباك، ولو ما قمتش هدلق عليك ميه. يلا قوم اغسل وشك، ده الفطار النهارده نظام جديد خالص. براتك النهارده عملت جو للبيت زي العسل. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور. انت خارجه من اوضه حسام ولا ايه؟ اه انا كنت بصحيه. انا كنت فاكر انك بتصحي منال. هي فيها حاجه اني صحي حسام؟
لا يعني بس بيخلي خلا فاطمة هي اللي تصحي. أنا أسف، أنا عملت كده عادي يعني. أنا عارف، بس أرجو إن ده ما يتكررش تاني. حسام مهما كان شاب وممكن يبقى واخد حريته في أوضته. أنا والله العظيم بعمل حسام زي أحمد أخويا بالظبط، ده حتى حسام أصغر من أحمد. أنا عارف يا حبيبتي، أنا مش قاصد أحرجك، بس ماما لو كانت موجودة هنا ما كانتش هتسكت. ما أنا لو ماما موجودة ما كنتش هعمل كده. أنا بحاول أحسسهم باهتمامي عشان ماما مش موجودة، مش أكتر. ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. خلاص يا ستي، صحي حسام واللي جابه حسام. أنت زي أمهم وأختهم، ربنا يخليكي لينا. يا صباح الكناري. أهلان يا غلباوية. صباح الفل. إيه ده؟ طعمية؟ ده أنا بقالي كتير أوي ما أكلتهاش. يا بنتي ما جايب إيديا وحياة عينيا. صباح الخير. صباح النور. طبعا مش طايقني، مش كده؟ ليه بقى؟ عشان فتحت عليه الشباك وهو نايم، ولو ما كانش هيصحى كنت حضله عليه ميه. والله يا نبيله لو عملت كده تاني انا بقى اللي هرشك بالميه. طب بس اقعد وشوف المفاجات اللي انا عاملها لك. يا بطني، الله يرحمك يا معدتي. فينك يا ماما؟ فينك يا ست سرايا تيجي تشوفي المتفجرات اللي دخلت بيتنا؟ يا سلام يا اخويا، خلاص لو جدع ما تاكلش. لا انا في الحاجات دي مش جدع خالص. لو ان الجينز الجديد مش هيخش، لكن برضه هيك. طب يلا نلحق ناكل احسن، شكلهم سخنين قوي. يلا بقى يا ندى تعالي بسرعه عشان الاكل هيتدمر. الله، حبه شاي يعدلوا النافوخ. تسلم الايادي. الا قول لي، تسافر دمياط النهارده الساعه كام؟ دمياط؟ هو ايه الحكايه؟ انت عايزه كل يوم تقلبيني على دمياط ليه؟ الله، مش اكل عيشك يا راجل. ما انا شغال مع سلطان في محل باب الشعريه. فكرتني بسلطان وباب الشعريه. على فكره ما مضيتش العقود لسه. عقود؟ عقود ايه؟ عقود ايه؟ عقود البيع. انا خدت منك ابيض ولا اسود؟ بقى عايزين ادفع لك فلوس في حته محل زي ده يا سرايا؟ ده انا جوزك. جوزي يعني تاكلني؟ ده مالي ومال عيالي يا اخويا. بقول لك ايه، ما تدخلنيش في الحاره السد دي، بلا مالي ومال عيالي. المال مالك وانت اللي عاملاه وانت اللي مزوداه. الله اكبر. ايه انت هتقر عليا يا راجل ولا ايه؟ وانت لو رحت اشتريت محل من اي واحد بره مش هتدفع له ولا مش هتدفع له؟ اي حد، مش مراتي. خلاص يا علي. خلاص خلاص ايه؟ هعمل لك عقد لمده سنه ايجار، ومش هاخد منك ولا مليم. عقد لمده سنه وايجار، مش هتاخدي ولا مليم. اخص، انا ما كنتش اعرف ان انت ميت على القرش بالشكل ده. الحق ما يزعلش يا علي. انت مش قلتي لي قبل كده لما طلبت منك المحل اعتبره بتاعك من دلوقتي؟ ايوه، كان بينا شغل نفع واستنفع، لكن دلوقتي لا، بينا عيش وملح وعشره، كل واحد ياخد حقه، والحق حبيب ربنا. ماشي ماشي يا سرايا، ماشي. في ده المحل والعقود، المهم رضاكي. انا ما يلزمنيش من الدنيا دي كلها غير رضاك يا حبيبتي. تعيش يا علي. طيب يا ست الستات، انا نازل، عايز اي خدمه؟ كتر خيرك. سلام يا لوفلي. الو، يا فاطمه. ايه هميمه بنتك مالها؟ جايه النهارده. او النبي، هي لسه مكلماني. لا طبعا هروح لها. وسرياد الهي يكسبه ويرباحه هيوديني. لا 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 ما تخافيش، انا مش هتاخر. والست نبيله انا موصياها تيجي تقعد مع الست منال. طيب يا حبيبتي، مع السلامه. عمري ما هنسى لك الموقف ده يا حسام. انا نسيبني مع البنت المجنونه دي. طب وانا كان بيدي ايه بس يا رحاب؟ الله، اتنين بنات وماسكين في خناقه بعض وانا مش عارفه اتدخل، والناس اتلمت وكان منظر زي الزفت. ممكن اعرف بقى اخرتها ايه البنت دي معاك؟ ممكن اعرف؟ ما كانت صاحبتك، مش كانت صاحبتك هي؟ كانت صاحبتي، كان زمان. ما كنتش عارف انها غلاويه وحشه قوي كده. عموما يا حبيبتي، انا شتمتها وهددتها في التليفون انها لو ما حلتش عن سمايا هشتكي لاهلها. احسن، تستاهل. حسام. حسام يا حبيبي. نعم. انا بحبك قوي قوي. والله قد ايه كده؟ بحبك كتير قوي قوي. حب ايه يا بت؟ فوقي. حب ايه وكلام فاضي من ده؟ انا مش فاضي للكلام ده، تتجننتي ولا ايه؟ كبري دماغك كده وخلينا اصحاب في اللذاذه.
عشان تعيشي. عشان تعيشي. الحب افلام هندي بقى ناقصين احنا. الحمد لله على السلامة توفيق. الحمد لله على السلامة أميمة، ولا نقول لك يا أم عبد الرحمن؟ اللي يعجبك. كل اللي تقوله حلو يا سيدي الناس. وهي أميمة غريبة عنكم، دي متربية في وسطيكم. أخبار البلد إيه يا هندسة؟ بيقولوا الحاجة غليت وبقت نار. أديك هتعيش هنا وهتشوف. يا حبايبي كبرتوا. ما أنا يما كل ما كانوا يكبروا شوية كنت بصورهم وأبعتلك صورهم. هي عربيتك دي نوعها إيه؟ إشمعنى يعني؟ اصل عايز اجيب زيها، ولا اقول لك نجيب فورمه جديده بالمره؟ اصل الفورمه دي ادمت وخير ربنا كتير، يبقى نجيب حاجه كويسه بالمره. هو في احلى ولا اجمل من الحاجه اللي بيجيبها سرياض ده؟ بمجرد ما يحط رجله في العربيه يعمل لها قيمه. تعيش يا خاله. هو البيت فين بالظبط؟ اتفضلي يا حبيبي اتفضلي. شفتي؟ الله الله يا امي، الشقة منورة وزي الفل. تسلم ايديك يا امي. دي منورة بيكم يا حبايبي. شفتي؟ شفت الصور اللي انتوا بعتها لي؟ انا بروستها وعلقتها لكم. حلوة حلوة قوي يا امي، ربنا يخليك لينا، ما نتحرمش منك ابدا. ستو ستو ستو، هي الشقة دي بتاعتنا؟ طبعا بتاعتكم يا روح ستو. ايه ده، وانت تعيش معانا هنا على طول؟ ما ينفعش يا حبيبي، عشان تبقوا واخدين راحتكم. هو انت مش هتقعدي معانا هنا كمان في الاجازه يا امي؟ ما هو اصل انا هفضل رايحه جايه كده عليكم ان شاء الله. اصل في لا اصل ولا فصل. خلاص براحتك، هم هناك ولادك واهلك وناسك. انت اول مره تعرفي كده ولا ايه؟ من فضلك يا توفيق ما تتدخلش بيني وبين امي. يعني كلمتي انا اللي وقفت في الزور؟ مش سامعه بتقول لك ايه؟ ايه بقول لها ايه بقى؟ انت مالك عمال ترمي كلام كده مش مفهوم؟ مالك يا ابن الناس؟ مالي؟ مالي في جيبي يا حماتي؟ هي دي مش بنتك؟ مالهاش حق عليك ولا ايه؟ لا ليها حقوق عندي طبعا، بس افهم انتوا بتتكلموا على ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه يا حماتي، بس انا يهمني ان مراتي دي ما تزعلش. ياه، وهتزعل من ايه بس؟ مالكش دعوه بيا خالص، وبعدين انا مش زعلانه، هو انا اقدر برضو ازعل من امي؟ كده؟ يعني اخرج انا منها؟ ايه يا ابني بس، تخرج ايه وتدخل ايه؟ انتوا مالكوا شادين كده من ساعه ما دخلتوا؟ في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ما دام مش فاهمه بقى افهمك. بقولها لك تاني يا توفيق، ما تتدخلش بيني وبين امي خالص. لا داخل ولا خارج، انا نازل اجيب لقمه نتسممها. يوه استر يا رب. مالك يا امي يا حبيبتي؟ مالك يا دناي؟ يعني انت مش عارفه مالي يا امي؟ تربيت عمري كله بعيد عنك، واديتي وقتك كله لسرية وعيالها، ولما بقالي بيت وقرش تعبانة فيه مستكترة حتى تقعدي معايا كام يوم وعاوزة تجري عليهم، هو أنا برضو مش بنتك؟ ازاي بس يا بنتي؟ انت مش بنتي، ده انت حتة من قلبي يا حبيبتي. ده أنا مقطوعة من شجرة، أنا ماليش حد خالص، لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا خال ولا عم، ماليش غيرك انت اللي في الدنيا دي، وما رميتيني ليه من صغري يا امي؟ غصب عني يا دنار، غصب عني والله، كنت لازم اشتغل عشان اربيك كويس واجوزك واجهزك عشان ما تتمرمطيش. انت ما تعرفيش انا بعد ما اتطلقت من ابوكي ورمانا في الشارع حصل لي ايه؟ طب مش كفايه بقى وتسيبيهم بقى؟ اسيبهم ازاي؟ ما اقدرش ما اقدرش اسيبهم، ده بقوا في رقبتي من اول الست سرية ليه منال؟ مش عارفة مش عارفة اعمل ايه؟ يعني اروح اقول لهم خلاص انا استغنيت عنكم، انا حسيبكم؟ ده انا بقى قللت الاصل، ابيع العشرة بتاعتهم دي كلها والجمايل اللي عملوها معايا والخير اللي غرقوني فيه علشان خاطر بنتي رجعت ومعاها قرشين وجابت شقة، اقول لهم خلاص ما عدتوش تلزموني؟ لا مش عارف، انا مش عارف اعمل ايه يا امي. يا امي جوزي بيعايرني كل شويه عشان انت بتخدمي في البيوت. ايه؟ ايوه يا امي، كل ما اقول له على حاجه يقول لي انت بتترسمي على ايه؟ دي امك خدامه. خدامه؟ الخدامه دي هي اللي لمته وخلته راجل واديته بنتها. انا اللي وقفت جنبه لما كان مش لاقي شغل لمده 3 اشهر، انا
اللي جبت له الفلوس دي علشان يسافر. ده جزاتي، ده انا اللي عملت له الباسبورت وجبت له التذكره بتاعت الطياره. اذا كنتوا نسيتوا الايجاره هتدفع تنقاره. يا امي يا امي، هو بيتكلم على حالك، ملوش دعوه انت عملت له ايه. وانت تسكتي له ليه؟ ما قلتلوش حاله هو كمان ليه؟ هو فاكر ان هو ابن الوزراء واحنا مش عارفين؟ ما امه غساله الحال من بعضه. يعني مفيش فايده برضه يا امي؟ هتفضلي معاهم وهتسيبيني؟ اسيبك؟ اسيبك ده ايه؟ تيجي دلوقتي تقولي اسيبك بعد ما بقى ليكي بيت وعيال وجوز؟ يا حبيبتي البنت لما بتتجوز تاخد بالها من بيتها وعيالها وجوزها، امها دي تبقى حياه الله، كل حنوه مين تيجي تزورها. خلاص يا امي براحتك. يا حبيبتي راحتي هي راحتك يا ضنايا. بقولك ايه، اوعي تقولي لجوزك انك انت حكيتي لي اي حاجه، علشان ما يقولش بقى اني اول ما شفتيني قعدت تشتكي لي، واذا عاد بقى الكلام اللي هو قاله لك انا ليا بقى معاه تصرف تاني. يا حبيبتي ده انت عندي اغلى من الدنيا كلها يا ضي عينيا. يلا يا سلوى غيري انت هدومك على ما انا وماما نحضر الغدا. لا لا لا، انت غير هدومك، انا هحضر الغدا النهارده. وفي ايه لما اشاركك يعني؟ انت برضه جايه تعبانه، حصصك كانت اكتر مني. معلش النهارده بقى انا مصره احضر. هاف تايم يا جماعه، ارتاحوا انتوا الاثنين وانا احضر الغدا. لا احنا لازم نطبق المبادئ الديمقراطيه في السلوك. احنا مش قد امريكا يا بنتي. انا هجهز السفره وماما تسخن الاكل، انت تلمي بعد الاكل. يا سلام، هو ده العدل. انا عارفه انت ما طلعتش قاضي ليه المره الجايه. بقول لك ايه يا يوسف، كان استاذ كمال بتاع الكيمياء قال ان في مجموعات تقويه مسائيه باسعار رمزيه للطلبه، يعني كنت عايزه اخد رايك ممكن اروح ولا لا. انا عارف ان انا مضيقها عليكم بحكايه رفضي للدروس الخصوصيه دي، لكن صدقيني يا مجد انا مش قادر اتكيف مع الحكايه دي خالص. انا والله ما اقصدش كده خالص، انا بقول يعني لو اروح حصه واحده عشان. عشان ايه قولي؟ انت عارف ان سلوى كبرت وعايزه احوش لجهازها، بقت عروسه بقى على وش جواز، ست العرايس كمان. قولي لي يا المجاميع دي فين مكانها؟ قريبه هنا ورانا بشارعين. متاكده ان رسوم رمزيه للطلبه؟ والله ده انا ما صدقتش رسومها خالص. يبقى خلاص نروح انا وانتي ناخد جدول هناك، ما دام الرسوم رمزيه وكل هون عشان خاطر سلوى. يا حبيبي يا يوسف ربنا يخليك ليا. الله الله، هو انا ادخل شويه اجي الاقيكم عاملين حبيبه؟ بنت احنا الحقنا نعمل حاجه. يلا كل واحد يقوم بدوره. تعال يا سعيد تعال. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. والنبي ليك وحشة يا فاطمة، أنتِ أكثر يا غالية، نورتي بيتي. منور بيك. تعال يا سعيد تعال. بقول لك إيه؟ عايزاك في مهمة سرية، الدبان الأزرق ما أعرفش أنت رايح فين. أمورين يا ست الكل. تخطف رجلك لغاية دمياط، تروح محلات علي هنداوي، طبعًا عارفها. طبعًا عارفها يا ست الكل. طبعًا مش هتخش أنت عشان هم عارفينك، تاخد حد معاك يسأل على بيت الحاج علي هنداوي. ليه؟ في حاجة حصلت؟ ما أنا جايلك في الكلام أهو، هتروح البيت بتاع علي هنداوي وتسأل على مراته وتقول لها إن الحاج علي بعتني عشان تطمئن عليها وتشوف طلباتها إيه، وتاخد وتدي معاها كده في الكلام، وإذا حسيت بأي لبش أو أي حاجة يا فكيك، أوعى تجيب سيرتي في أي حاجة. حاضر يا ست الكل، تحب أسافر إمتى؟ إن شاء الله دلوقتي. خد من عينيا يا ست الكل، أي أوامر تانية؟ لا، بس تجيب لي قرارها. وقرار اللي جابوها كمان يا ست الكل. طريقك اخضر. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. الله. انت ناوي على ايه بالظبط؟ مش عارفه يا فاطمه، الفار بيلعب في عبي، حاسه ان لسه مراته على ذمته. يا لهوي، معقول؟ مش معقوله ليه، ده راجل واطي ويعمل كل حاجه. وانت ايه اللي رماكي عليه طيب؟ ما انت كنت قاعده كافيه خيرك شرك. بختي الاسود كده كده العوازل كنت نفسي. قال لي علي هنداوي اغيظ بيوسف،
يا اختي كنت اتعميت ولا كنت واكله تطوره ساعتها؟ ده انا مخبيه على طوب الارض اني متجوزه الراجل ده. ده لو يوسف شافه هيحطوني على العربيه كار ويقولوا مين ده بكره برشين. طب ما قلنا كده، قلت اطلعوا من البلد، انت ما بتسمعيش الكلام. خلاص بقى انت هتقعدي تبكتيني، ما تسيبيني في الهم اللي انا فيه. لا حول الله يا ربي، بقى احنا رضينا بالهم والهم ما رضيش بينا. استهدي بالله بقى وفوضي امرك لله، وبلاش تخشي بقى في مشاكل مع راجل زي ده. يا سلام، راجل زي ده ليه اخاف منه ولا اخاف منه؟ ده نصراي ابو الفضل، لازم اعرفه قيمته، لا يفكر يضحك عليا ولا يلعب عليا. يا حبيبتي اسمعي كلامي، انت لو دخلتي مع الراجل ده في مشاكل مش هتدخلي لوحدك، هتجرجري عيالك معاكي. لا عيالي؟ وانا من امتى بدخل عيالي في مشاكلي؟ الا عيالي. سرياد بيشتغل معاكي وطول النهار بره، يعني لو حس بحاجه مش هيسكت. لا ما تخافيش. اسمع يا سلطان، عايزك مسافه مقابل الراجل تكون صرفت الشير، فاهم؟ عينيا يا حاج. ماشي. جرى ايه يا علي يا هنداوي؟ انت فاكر ان انا مش هعرف اعطل عليك؟ ايه بس يا طلعت بيه، مالك انت فينك يا راجل؟ ده انا بدور عليك بمنكاش. لا يا شيخ، خش في عبي، حركاتك دي ما عادتش تخش عليا تاني. حركات؟ حركات ايه يا راجل؟ انا بتاع حركات؟ انا جاي هنا الحكايه كده، هديك منها قدين طوالي. اسمع يا علي يا هنداوي، انت ريحتك فحت في السوق وانكشفت خلاص، وان كنت فاهم انك انت هتاخد طلبيه الخشب تبقى بتحلم. الله الله الله، ايه اللون الغامق ده يا راجل؟ ابلع ريقك يا راجل. انا بعد ما اخلص العمليه دي اللي هيطلع لي منها هو اللي هيسدد الدين بتاعك. يعني انت عايز تقنعني ان الشغلانه دي هي اللي هترد لي منها فلوسي؟ اه طبعا، دي عايزه كلام. وفلوس الناس التانيه؟ يا عم اخلص انت بفلوسك بقى الاول. الله، ده الحاج قايم نايم ماروش غير موضوع فلوسك ده. وبعدين ايه رايك بقى انه طول ما هو قاعد مفيش على لسانه غير كلمه واحده، ربنا يقدرني ورد دينك يا طلعت بيه. طيب لما اشوف، تعالى لما ادخل معاك واطمن بنفسي. لا بقى ما تخشش معايا، دي حسنه ومخفيه ما يصحش تطلع عليها، انت ليك دينك تاخده وخلاص. ماشي لما اشوف. هتشوف وهتسمع باذن الله. يلا سلطان اعمل اللي انا قلت لك عليه، مفهوم؟ ادعوا لي بالتوفيق. تروحي بالسلامه، بس خلي بالك من روحك. حاضر، ادعي لي يا فاطمه وخلي بالك من العيال. ربنا يبعد عنك ولاد الحرام ويصونك ويحفظك. قادر يا كريم يا رب. ايه ده، معقوله يكون ليا نصيب اشوف منال وحسام دلوقتي؟ ان شاء الله. طب روحي افتحي بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين يا حبيبي؟ انا عايز بابا رياض. مين؟ بتقول عاوز مين؟ عايز بابا رياض. بابا رياض مين؟ بابا رياض يوسف. تعالى تعالى اقفل الباب يا اختي. استر يا رب وست نبيله ما تخبطش دلوقتي. ما تخبط ولا تحلق، احنا في المصيبه اللي احنا فيها. اقعد يا ابني كده واستهدى يا حبيبي. انت اسمك ايه؟ اسمي ايمن. ايمن ايه؟ لو سمحت انا عايز بابا رياض. الناس تحت قالوا لي ده بيته. وعايزه في ايه؟ في ماما تعبانة قوي، جيت اخد مني فلوس عشان اوديها للدكتور. ماما مين واسمها ايه؟ ماما اسمها عليا. عليا؟ شفتي يا اختي؟ متجوز ومخلف. شوف بس يا حبايب، شوفت يا بنت رمزية، تعالي شوف ابن ضرتك قاعد منور عندنا. شوف بس وقف، شوف بس، شوفت يا بنت رمزية، تعالي شوف ابن ضرتك قاعد منور عندنا. وشوف يا حبيبي هطلب لك ابوك. ابوه ايه بس يا ست الكل؟ ده اكيد مقلب ومقصود. قال يا خبر بفلوس دلوقتي يبقى ببلاش. اكيد 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 الست نبيله. هقول لها ايه انا دلوقتي؟ يعني كنت لازم تزعقي؟ ازعق براحتي يا حبيبتي، البيت بيتي، مين اللي حاجه عندي يكشي تفتح بواه؟ انت اتحدفت علينا من انهي ناحيه يا واد انت يا واد؟ هز صورك وافتح الباب. قول يا واد مين ابوك في دولك؟ انا برضه بقول كده. في ايه ده؟ لا لا مفيش حاجه يا بنت ولا حاجه. في ايه ماما؟ تعالي يا روح قلب ماما، يا نن عين قلب ماما، تعالي تعالي شوف ابن ضرتك. ما
ما تستني بس يا ست سرايا، بقى احنا هناخد على كلام وزي دوت ونخرب الدنيا. دنيتي اللي انا اخربها يا اختي، وانا بتبلى ولا بفتري؟ ما الواد قاعد اهو. ممكن افهم ايه الموضوع؟ ما فيش حاجه يعني، بس انت روح على شقتك. يعني ايه ما فيش حاجه؟ انت مالك بتقفلي في المواضيع كده؟ ما الواد اهو وعاوز ابوه. عارفه مين ابوه؟ مين يا ماما؟ جوزك يا نن عين ماما. انت اسمك ايه حبيبي؟ انا اسمي ايمن. وباباك مين؟ الله بيقول لك بابا رياض، مش كده حبيبي؟ ايوه. لا مش معقوله، انا مش مصدقه. ومين مصدق يا حبيبتي؟ انت يا واد مين اللي زقك علينا؟ الله لا يسيئك. انا جاي عشان ماما تعبانه. امك تعبانه؟ هطلب لك ابوك من عينيا الاثنين دلوقتي حالا. ازاي يعني تتصرفوا من نفسكم؟ لازم ترجعوني. ما هي الست ما جاتش النهارده، وبعدين حضرتك لسه جاي دلوقتي. هو الو؟ نعم. ايوه يا امي، حضرتك ما جيتيش ليه النهارده؟ في البيت؟ ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا امي؟ ابني؟ ابني ايه بس؟ يا امي ده مش وقت هزار. حاضر يا امي، حاضر، حالا هكون عند حضرتك. سريات، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي لو طلبوا لنا تقديم الخشب؟ احنا جاي على طول مش هتاخر. انا عايزه اروح عشان ماما تعبانه. حاضر يا حبيبي، طلبت لك بابا وجاي حالا. استغفر الله العظيم، بابا مين وماما مين؟ طب والله العظيم الحكايه دي هتطلع فشوش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دي بابا جه اهو. ايه يا حبيبي؟ ايه يا ايمن؟ ايه اللي جابك هنا؟ الله، ده الموضوع طلع بجد اهو. ماما تعبانه اهو، عايزه اوديها الدكتور. انت متجوز الراد وعندك ولد كمان؟ مش ده اللي انا قلته؟ تطلعوا من البلد. انت رد عليا. انت هيرد عليك يقول لك ايه؟ ما الجواب باين من عنوانها اهو يا حبيبتي. مين دي؟ عرفتها امتى وجوزتها امتى؟ بتقرطصي يا ابني. ممكن ثانية واحدة بس علشان اعرف ارد عليكم؟ طب قول يا ابني، ريح قلبنا. الهي يريح قلبك. ده ايمن ابن فرج الميكانيكي اللي كنا بنصلح عنده عربيات البيت كله، اللي مات من شهرين. ده ابن فرج؟ الحمد لله، ربنا ظهر الحقيقة. امال ايه حكاية بابا رياض اللي بيقولها لك دي؟ طفل يتيم ملوش حد، بعد ابوه ما مات قلت له اعتبرني زي ابوك بالظبط، وعدت نفسي قدام ربنا ان انا اقوم بكل طلباته واتكفل بيه. طب ما قلتليش ليه يا ابني؟ انا كنت هقول لك لا. بالعكس يا امي، انا كنت عارف انك هتقولي لي سيب لي الموضوع ده، بس انا كنت حابب اقوم بالدور ده. انت عارفه انا كنت بحب فرج ابوه الله يرحمه قد ايه. طب ما قلتليش انا ليه؟ المفروض ما حدش يعرف، دي حاجه بيني وبين ربنا وبين فرج. انا عهدت نفسي وعدت فرج ان ابنه امانه في رقبتي. ما تخافش يا حبيبي، ماما هتبقى كويسه ان شاء الله. طب ومامته دي بقى بتقول لك ايه لما هو بيقول لك يا بابا؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا ما شفتش مامته غير يوم دفنه فرج، ومن ساعتها علاقتي بيها عن طريق ايمن. ست غلبانه وطيبه، لما هتشوفيها هتحبيها. الله ينور عليك يا ابني، هي دي الجدعانه والرجوله. تربيتك يا ست الكل. يلا حبيبي نودي ماما للدكتور. يلا يروح. يلا. مش قلت لك الحكايه هتطلع فشوش؟ الحمد لله. يلا يا بلبل علشان تشوفي بيتهم وتطمني. لا يا حبيبي خلاص، انا مطمنه، روحوا انتوا. انا قصدي تطمني على ام ايمن. يلا حبيبتي. حاضر. يلا يا رياض. حاضر يا امي. اللهم لك الحمد، ربنا يديك ويرضيك يا رياض يا ابن الست سرية على حنية قلبك وطيبتك. مين؟ انا ايمن يا ماما. اتأخرت ليه يا ايمن؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اتفضلوا ده بابا رياض، ودي مراته، ودي تيتا سرايا. يا اهلا وسهلا، يا 300 الف مرحبا. اتفضلوا. اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اتفضل يا سريان. معلش اصل ما شفتكش من يوم عزا فرج الله يرحمه. الله يرحمه. ازيك يا ست مؤمن؟ الله يسلمك. يا اهلا بست الكل. يا اهلا. اهلا بيكي. والله انا فرحت النهارده بايمن، ما عندكيش فكره قد ايه. ربنا يخليهولك. وانتي عامله ايه دلوقتي؟ نحمده على كل حال. يا اهلا بيكي يا حبيبتي، البيت نور بوجودك يا ام ايمن، والف سلامه عليكي. الله يسلمك، ده شرف كبير قوي مجيتكوا ليا دي. لا لا لا، ازاي؟ فرج الله يرحمه كان زي اخويا بالظبط. ربنا يديك الصحه وطول العمر. على فكره يا ام ايمن، اي حاجه تعوزيها ما تتكسفيش، اعتبري ان ايمن ده ابننا بالظبط.
ربنا يكبر بخاطرك ويخليكي لينا يا ست هاني. وانا اعتبريني زي اختك بالظبط، وبيتعاليلي في اي وقت، وكمان بيبعتي ايمن يقعد معايا. يديكي ويراضيكي ويهدي سرك يا رب. اقوم بعمل لكم الشاي. لا لا والله ما انت تعبه نفسك، احنا جايين بس نطمئن عليكي، واذا كنت محتاجه لدكتور نوديكي. انا لما شفتكم خفيت، بس كان نفسي اقوم معاكم باي واجب، بس يا خساره العين بصيره والايد قصيره. ليه هو احنا غرب؟ ده احنا دلوقتي اهلك بالظبط، مش اهل ايمن وبس. ربنا يكبر بخاطركم، ده كتير قوي. اتفضلي يا ام ايمن، خلي دول معاكي. الهي يطعمك ما يحرمك. اسمعي يا ام ايمن، ايمن عارف البيت والمعرض والورشه، اي حاجه تعوزيها ابعتهولي حمامه، وانا في حاجه مني كل شهر ابعتها لك، ملهاش دعوه بالرياض. ربنا يخليكوا ليا ويوسع رزقكم. خلاص يا ايمن اتفقنا؟ اتفقنا عليا يا طنط. انك تبقى تجيلي؟ حاضر هجيلك. قلت لهم ايه يا ماما؟ طيب ماشي، مع السلامه. ايه مالك يا منى؟ لا ابدا مفيش حاجه. انت مش كنت بتكلمي الحاجه؟ ايوه. مالك متضايقه ليه؟ هي تعبانه ولا حاجه؟ لا ابدا مفيش حاجه. اصلا اصل ايه؟ ما تتكلمي. في ايه يا جماعه؟ مالكم؟ اول مره اخرج ما لقيكوش بتحبوا في بعض. شوفي ماما مالها. ايه يا ماما مالك؟ تيتا قالت لك حاجه على الموضوع امامي برضو؟ تقولي ايه؟ امامك؟ اصل انا ما حبيتش اقول لك عشان ما تتضايقش. ايه ما تضايقش؟ في ايه؟ ما تفهموني ايه الحكايه؟ اصل يا بابا عمامي ابتدوا يلاحظوا ان تيتا ما بقتش تنزل تقعد معانا زي الاول، وسايبانا لوحدنا، فمش فاهمين ايه اللي حصل. هي ما قالتلهمش انك اتجوزتي؟ ايوه، ما هو لو عرفوا ان انا اتجوزت هياخدوا سلوى مني. ياخدوا سلوى؟ ليه؟ ازاي يعني؟ قصدي باي حق؟ ايوه، اصل هيقولوا يعني ان هم اولى يربوا بنتهم ما يربيها راجل غريب. راجل غريب من وجهه نظرهم طبعا يا بابا. اه فهمت. طب انا عندي فكره. قول يا بابا. الله يخليك، لحسن ما تتصورش الموضوع ده مضايقني قد ايه. الحاجه تيجي تقعد عندنا يومين زي ما كانت بتعمل الاول. انتوا كمان مفيش مانع تروحوا تزوروهم كل شويه عشان يطمنوا. والله يا ماما فكره هايله. صح، وانا هكلم ماما تيجي تقعد معانا يومين. ها يا سعيد، عملت ايه في دمياط؟ رحت يا ست الكل وعرفت عنوانه ورحت بيته. لقيت مين هناك؟ قابلتني ست قالت لي انها مراته. مراته؟ هي ما قالتش كده بالظبط يعني. هو انا سالتها هو ده بيته وبيت عياله؟ قالت لي اه، وانا ام عياله. ام عياله؟ وبعدين عملت ايه؟ ولا حاجه، ما حبيتش اقلب معاها في الكلام كتير، لاني حسيت انها شكت فيا، خفت اطول تتصل بيه وتبقى مشكله، فقمت سالتها ان كانت محتاجه حاجه. الله يخيبك، هو ده اللي قدرت عليه؟ ما انا خفت يا ست الكل. خلاص خلصنا، اجري شوف شغلك اجري. ده يا وشك فقر، قلتي تيتي زي ما روحت زي ما جيتي. يا توفيق، انت طالبني في نص الليل ليه؟ في ايه؟ تعالى يا ستي، تعالى شوفي بنتي. مالها بنتي؟ ماما قافله على نفسها في الاوضه يا تيتا وبتعيط. ليه يا عبد الرحمن؟ امي. مالك يا ضنايا؟ مالك؟ في ايه؟ كويس انك جيتي يا امي. ايه بس في ايه؟ افهم، انتوا متخانقين؟ الهانم يا ستي مش عايزه تسافر، عايزه تقعد هنا. ايوه مش هسافر، ايه رايك بقى؟ طب افهم بس ليه؟ كده يا امي. مش هسافر يعني مش هسافر؟ حول الله يا ربي يا بنتي، كلميني زي ما انا بكلمك، مش عاوزه تسافري ليه؟ دلع ومياصه وقله ادب. لا يا توفيق، عيب اللي انت بتقوله ده، اعمل حساب ان انا واقفه يا اخي. وكمان بتشتمني؟ يا بكحتك يا اخي. كلمي راجلك بادب يا بنت. راجلي؟ لا ده انت لازم تفهمي بقى. افهم ايه؟ ما تخرصي يا بنت، انت ما حدش عارف يلمك ولا ايه؟ يا الله، انت عاوز تضربها قدامي كمان؟ اسمعي يا امي، الراجل ده هناك عاطل ما بيشتغلش وقاعد في البيت، وانا اللي جايبه الفلوس دي كلها. خلاص يا كدابه. انا مش كدابه، انت اللي كداب. هي سنه واحده بس اللي انت اشتغلتها هناك، وانا من اول ما اشتغلت وانت قاعد في البيت وانا اللي بصرف عليك. خش يلا.
يلا يا ولاد خشوا جوه يلا. اتكلموا بقى براحتكم زي البني ادمين كده علشان انا افهم لحسن انا دماغي لفت منكم. انا راجل صنايعي استغنوا عني في الوظيفه، ساعات بلاقي شغل واوقات كتير ما بلاقيش حماتي. طب وفي ايه؟ دواطي وخسيس ودول اخافي. تتعبيني عشانه يا امي؟ ايوه، البنت اللي تقف قدام جوزها وتبجح فيه وتشتمه تبقى قليله الادب وما تربتش. جوزي سلامات يا سي جوزي. جوز اللي انت بتقولي عليه ده يعرف عليا واحده واتنين هناك وبيصرف عليهم من فلوسي وشقايا، وبقاله 4 سنين ما دخلش عليا مليم وبيخليني اخرج اروح امرض العيانين في البيوت. امال انا نزلت ليه يا امي؟ هربانه هربانه عشان خاطر اهرب من الفضايح اللي عملها لي هناك، بس قلت اصبر واستحمل عشان خاطر اعمل قرشين لعيالي. يا اختي تنيلي عليكي وعلى قرشي. لا استنى بقى، عندك الكلام اللي هي بتقوله ده فيه خراب بيوت.